صباح الخير، 4:30 الجمعة وأنا معكم اليوم بـ MTV Live. مشاهدينا إذا بتحبوا تتواصلوا معنا أكيد تعرفوا الأرقام 04444444 بالإضافة لفيسبوك بيج تبع MTV Live وبالإضافة للتويتر أكاونتس تبعولتنا كلنا هون بالستوديو. فيكم تتواصلوا معنا وتطرحوا علينا الأسئلة. شو عم بيصير بلبنان؟ أوكي عم بتشتي بيان وزاري ما في كأنه يعني هالكلمتين لهالوزارة المفروض يعني تشتغل 3 أشهر هالقد قصة كتير طويلة، كأنه نحن ما بنستاهل عن جد حدا يكون فعلا قائد وفعلا مسؤول عنا كشعب. على كل حال نحن رح نركز على كل شيء مش سياسة، نحن رح نركز على النشاطات الاجتماعية الرياضية السينمائية. اليوم كمان في فقرة سينما مهضومة. على كل حال نهار غني، خليكن معنا. رح أقول أول شيء هاي لفادي. هاي ألبرت، كيفك؟ تمام ماشي الحال. تمام؟ هي. جادجتس مهضومين؟ مثل العادي، اشياء جديدة، في اشياء حتى لسنة الجاية تطلع بس فكرة كتير حلوة. يوه سنة الجاية. ايه. باركود مشاهدينا. بقى كتير بعيدة. واصلين. صباح الخير لكل المشاهدين، صباح البير، ماشي الحال؟ فيري جود. كله تمام؟ سنة يعني عادة الجادجتس بيغدرونا، عرفت كيف؟ بنكون ناطرين شيء وإذ بيطلع شيء تاني قبل مثلا. اي مزبوط، على طول في هدول الأخبار، لأنه بتعرف ليه في عندي قصص من الجادجتس بيبقوا نايمين عليها فكرة نايمين عليها تركينا عم يطوروها لحتى ما حدا يمكن لما حدا يسرقها أو لما حدا يستعملها غيرهم أو ياخذ منها أفكار، وفجأة بتظهر. بيكونوا هني أكيد بكل هذه الفترة عم بيعملوا كل التجارب عليها. شو هي الفكرة؟ رح بلش بفكرة كتير مهضومة، فكرة حبيتها كتير. It's a speaker. Speaker شكله مثل كون مهضومة كتير. Aether. شو الأفانتاج اللي فيه؟ الأفانتاج انه هذا speaker هو بيعرف exactly انت شو بك تسمع، شو عبالك تسمع ميوزك، شو انت على طول بتسمع ميوزك. هو بيحفظ وحتى بيحفظ الأماكن اللي أنت عم تسمع فيها هيدي الميوزك. يعني إذا كنت برا على التراس بجنينة بالبيت أخذته معك ما بعرف عند الأصحاب، بيحفظ كل شيء، بيعرف أي نوع موسيقى أنت بتحب. يعني إذا كنت قاعد بجنينة مثلاً في GPS أو شيء بيقول له إنه kind of location. إيه أوكي، بس اللي حط party music بتفوت على الأوضة. actually لا مش هيك، شو كنت عم تسمع قبل بوقت، لانه هو على قد ايه صار له عندك وقت، ايش اللي عملناه هون قبل بوقت exactly. بيحفظه okay. وبيعرف مزبوط انت اي جانر ميوزك بتحب. فلحاله وانس بدك تشغل هالسبيكر، اتس وايرلس سبيكر، بس الوجه تبعه وبتبرمه بيبرم بيشتغل اون، ما في عنده كتير زرار، يعني ما في عنده كتير اخبار. ليك ديزاين وايز حلو كتير، فيري سليك فيري نيت. هلا من ناحيه الصوت التقنية، الصوت كتير مهضوم كتير منيح فيه، لأنه عم يشتغل أكيد فيه، عنده أمبليفاير، عنده ووفر مع 2 تويترز، وهدول اللي حتى يعطوك نوعية سبيكر على تويتر كمان. صح، في تويتر بقلبه. شو تويتر للناس اللي مش تويتر؟ از هالجادجت الصغير اللي بيسمح للصوت يطلع نظيف، تنسمع الهاي فريكونسي أكثر شيء للهاي فريكونسي. لكن تويتر مش تويتر، ما هيك؟ مش تويتر. لا انا عم بقول كرمال نعرف exactly. ما عم نحكي عن نفس الشيء. اكزاكتلي. فالحلو انه هو على طول موصول. كيف بيعرف؟ هو موصول على طول على الانترنت واي فاي، من هالواي فاي بيقدر يعني ينزل لك من حوالي 16,000 محطه اذاعيه، فينا نقول راديوز، وحتى عنده لايبرري مخيفه قد ما كبيره. يعني عم نحكي عن لايبرري حوالي 20 مليون تراكس فروم ذا انترنت، بينزل لك الميوزك اللي انت بتحب تسمعها، وفيك تكبس على النص. اذا لاحظت في عنده زر بالنص بتحط ايدك عليه مثل فويس كوماند، بتقول له انا بدي اسمع الغنيه اللي انت على بالك تسمعها، يعني بتقول له اسم الغنيه، هو بفتش لك عليها وبنزل لك اياها. سو مع الوقت اذا صار له عندك تنعتبر فتره صار معود انه انت يمكن بس تقعد بالصالون بتسمع هذا جانر ميوزك، بس تطلع على مثل ما كنت عم تقول على جنيني بتسمع غير جانر ميوزك. بس بفهم منك انه هذا السبيكر ما دل ما ياخذ الموسيقى اللي انت عندك اياها، رح ياخذ من الانترنت كمان. صح، هو ما بياخذ من الاغاني الموجودين. اوكي، هو ما بياخذ من عندك ابدا. اوكي، انلس انت موصل له شيء. موصل له شيء، بس هو دغري من الانترنت بياخذ. نتعرف على موسيقى جديدة، على جورز جديد، نتعرف على فنانين جديد. نايس. صح، ف
فهيدي فكرة السبيكر، فكرة كتير حلوة. انه تخيل هو بيعرف المود تبعك، بيعرف انت شو بدك تسمع ميوزك لحاله، وانس بتدوره لحاله دغري بيقول لك او ببلش او بيحاول يعرف الجمهور او بيحاول يعرف، بس بالتحديد على الفتره اللي انت عم تسمع فيها تنعتبر جانر ميوزك معين، خلص بيعرف انه انت بتحب هالجانر من الميوزك، فبيصير يفتش لك بهال 20 مليون سونج اللي عنده اياهم باللايبرري على الجانر اللي انت بتحبه، وبيصير يسمعك اياهم. بيوتيفول. هيدي عن جد هيدي فكره كتير حلوه. اتس كومبليتلي وايرلس، ما عنده اي كونكشن، ما في شيء، واي فاي بيشتغل، وحتى البطاريه بتضاين تقريبا حوالي 8 ساعات. نوت باد، نوت باد ات اول. نيكست. سو نيكست، هيدي اول 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 ايتم عم نشوفه بكل اذا بدك البوسيبيليتيز وين بيقدر يكون، وين حتى على السويمينج بول وات ايفر. ثاني ايتم كمان فكره حلوه كتير، فيك تستعمله للتليفون. ويلو، ويلو مثل هيلو، ويلو مثل يلو، مثل يلو. الفكره حلوه كتير. اتس ا كيس، كيس لايفون، في يكون للفور اس او للفايف سي اند اس. اوكي. الفكره الجديده منه انه هالكيس هي بذات الوقت اتس ا بيرسونال هيلث مونيتور. بقلب هالكيس في كل شيء سنسورز، انت بمجرد انك حملت التليفون او حملت الكيس اللي هي اكيد كونكتد تو يور فون ثرو بلوتوث، ما عندك اي مشكله مع ابلكيشن موجوده للويلو بالتليفون لحوالي دقائق او ثواني معدوده تقرا لك كثير قصص انت بحاجه لها. هارت ريت، ولا من الجادجتس الجديد اللي لهم علاقه بالصحه يلي عم بينبيعوا اكثر واكثر، وصاروا عم يشكلوا ماركت مهم، صاروا صح. سوق. بس انتبه هيدي مش فتنس، هيدي صحه. ما عم بحكي فتنس، عم بحكي صحه، يعني كل شيء هارت ريت exactly. يعني نبض في اشياء بياخذوا صح، في اشياء بياخذوا السكري، بيفحصوا الدم، يعني في كثير اشياء فيك توصلهم على التليفون. جادجتات، هيدا بياخذ ضغط، هيدا بياخذ حراره، هيدا بياخذ هيك. هلا الفكره هيدا عندك هيدا انه صار الكيس، صار الكيس مغلف، يعني صار كتير ديسكريت بشكل انه منك مضطر تحمل معك هالماشين لتعمل تيست تبعك، بمجرد انك حملت تليفون هالتليفون دغري بيقول لك انت صح. اذا عندك مشاكل ولا لا. والاهم ان شاء الله لا يا فادي، اكيد اكيد. واهم شيء انه بيقدر يقول لك كل شيء عن الرويه، لانه في طلع انه اسم كبير، في نسبة كبيرة من العالم بتتوفى من وراء أمراض بالرواية، وبيكتشفوها شوي مأخر لأنه الفحص منه هالقد هين، بكلف دكة الماشين حقها كتير، مش موجودة إلا بالمستشفيات. يعني لازم تعمل سبيشال تيست أو تروح تعمل مشوار على المستشفى وتعمل هالتيست لتقدر تعرف إذا رويك منيح ولا لا. سو بهيدي الماشين وفيري أكيوريت عم بيقولوا قادرين يبلشوا يشوفوا اذا في مشاكل ويجربوا اكيد يلاقوا لها العلاج. بركي من صوت التنفس. سو بركي اكزاكتلي من هدول الامور كلها، وحتى من الدوره الدمويه، من النبض، من كل هدول الامور اللي هالكيس قدره. اهم شيء بنصير موسوسين، يعني هول بتصور اكثر شيء في ناس بحاجه لهم، لانه بحاجه ينتبهوا على صحتهم من وراء اشياء معينه. صحيح. المهم انه نستفيد، فولو اب لهن شو المشاكل اللي عندها اياها، وهن وهي معموله بالتحديد للدول الناميه اللي عندها صعوبه اذا بدك، او عندها ما في مصاري. نحن دولة نامية او نايمه؟ نحن دوله عالم ثالث، ما بعرف. الاثنين بركي. فهي المشكله هذه بتفيدنا، لانه في عندنا كثير ناس مش قادرين يفوتوا على المستشفيات ولا يعملوا فحوصات، فبهيدي بتقدر تعمل يعملوا نشتروا ايفون وكيس. في يكون حيالله سمارت فون اكشلي بهيدي الكيس، حتى يعني حتى لو ما بيركب التليفون عليها فيك تستعمل الكيس. اوكي. بكل بساطه. عم نحكي عن ديفايس حقها حوالي $200 اللي هي افوردبل بالنسبه شو بتعمل. نعم. بالنسبه للماشينز اللي بتعمل كل هدول التستات. Alright. يب. فهيدي على كل حال هو راح يتطوروا بعد اكثر بالسنين الجايه، هذا المتوقع من كل المعارض التكنولوجيه، يعني هالجادجتس اللي بيهتموا بالصحه راح يزيدوا، راح يرخصوا، راح يتحسنوا كمان. صحيح، معك حق. اذا ما نروح كمان شوي ويربل ديفايسز تكنولوجي، عم نحكي كنت هلا قلنا كل شيء يمكن متعلق بالفتنس، في عندنا سمارت ووتش
كتير حلوة هذه الواتش هي بلوكس. شو الحلو البلوكس فيها؟ انه انت بتنقل البلوك اللي بدك اياه، يعني بتفكها وبتركبها وبتصير تنقي بلوكس اللي بدك اياهم. اذا رايح تعمل تنعتبر مارش بالطبيعة انت بحاجة لجي بي اس، بتحط بلوك في جي بي اس بيقلك بيدلك على الطريق. اذا بدك تعرف قصص فتنس بتحط بلوك فتنس، اذا بدك تعرف بس ساعة تحط بلوك ساعة. طب فدي ساعتها التليفون عنده هالأوبشنات كلها، يعني شو استفدت انا اذا لبسناها ك اتس سمارت سمارت ووتش فيها كل هدول الامور. ما بتحمل تليفونك، بتحمل بس ساعة. اوكي. هلا في كتير سمارت، اذا بدك هدول الفتنس بريسلت موصولين على التليفون وتليفون بيقول لك، بينما هيدي فيها سكرين هي منها وفيها، وفيها تكون تاتش سكرين فيها ما تكون تاتش سكرين، وبتشوفها دغري على ايدك، ما انك مضطر تحمل تليفون او تشيله او وات ايفر. نو بروبلم. ففكره كثير، هي فكره كثير مهضومه كثير حلوه اوريدي، عم نشوفها هلا هيك بلوكيت. بس في عندك كل هدول الامور الموجودين هون، كل هدول فيهم يكونوا موجودين ببلوكس، وانت بتنقي يعني يو كريت يور اون سمارت واتش، وفيك تمشي تروح فيها محل ما بدك. فهيدي الفكره، وهيدي رح تعمل لك انه لل2015 لحتى تبلش تنزل. بس من هلا لل2015 يعني كل الجادجتس اللي حكينا عنهم بعتقد اكثر شيء في منافسه على الاي ووتش او الساعات. بس بعتقد هون رح تتطور يعني من هلا لوقتها. انا اكيد انه عندهم افكار جديده، صح، انه رح ينزل كثير اشياء، صح. سو تنشوف شو رح يصير. بعد عندك غرض مهضوم، ايتم كثير مهضوم، هيدي ديفايس كثير مهضومه، بتقول انه فيك تحول المي لمبيد. انت بالبيت بكل بساطه بتشتري قبل ما نعلق. هي اكيد مش هي اسمها ميركل ماشين، بس ما بتعمل عجيب، لانه انت بتحط المي فيها، هي مع سنسورز مع كل الامور اذا بدك الخلطات فينا نعمل، لانه فيك تزيد عليها، هي مجبور تزيد عليها انجريدينتس، وهي مع حراره وما حراره واكيد خميره وال concentrated grape جوس مع المي. يعني كركة صغيرة هيدي، بعتنا إياها كأنه 100%، بعتنا إياها كأنه شيء اختراع غريب عجيب طلعت. بس ما هيدي بدل ما تقعد تجيب كتير اخبار، هاي بظرف أيام بتحول لك هالمبيد لمي، وتنعتبر انت بتصير تنقي نوعية المي اللي بدك اياها. لأن اللي عملوها اثنين كتير ناس مهمين، شخص منهم كثير هو كونسير بالمبيد، لقى الطريقة انه ينقي المبيد اللي بده اياه، الطعم اللي بده اياها، بس اكيد انت بتنوع بالخلطة. فأهم شيء في هذه الخلطة، عم نحكي عن ديفايس حوالي $500، بطلع لك مبيد بدل ما تدفع قنينة حق $20 تنعتبر، دولارين طلع لك نفس النتيجة. فادي ثانك يو فيري ماتش، حرجع اشوفك بعد شوي، رح نحكي عن افلام سينمائية جديدة. مشاهدينا بعد شوي رح يكون في نجيب كاس مبيد إذا بدك، إذا فينا بكرة الصبح إذا هيك عدتك ما عندنا مشكلة. مشاهدينا السيارات بعدين، أمين جاهز للرياضة، ونحن بنرجع نلاقيكم بعدين، بريك سريع.